अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मैं हूँ राम मुजम्मिल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल राम मुजम्मिल। ठीक है भाई, आज हम आपको सुनाने लगे हैं अल्लाह के 99 नाम। कुछ अल्लाह के 99 नाम हैं जो मैं पढ़ूंगा और कुछ ये हमारे मौलाना साहब के बेटे हैं, ये मोहम्मद अनस इनका नाम है, ये पढ़ेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز مذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي القبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد باعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المؤسي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد احد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف الملك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الظاهر النافع النور الهادي البديع الباكر الوارث الرشيد الصبور رب العالمين الملك من القديم.